الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. فصل في أحكام المعتدة وأنواعها. كنا تكلمنا في أحكام العدة وأنواع المعتدة، هنا هيتكلم غالبا على أحكام العدة، لكن إيه هيذكر أنواعها، لأن أحكام العدة أحيانا تختلف بنوع المعتد. يقول في الهامش: فصل في أنواع المعتدة وأحكامها، ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها، يعني إذا كان لائقا بها يعني. والنفقة أيضا، يبقى يجب لها السكنة والنفقة والكسوة، يعني إذا قالوا النفقة يدخل معها الكسوة في الغالب العام، أحيانا يقصد بالنفقة الطعام والشراب فقط والعلاج إذا كانت مريضة، أما في الغالب العام لما يقول النفقة يدخل معها الكسوة. إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها، يبقى إذا نشزت المرأة قبل الطلاق أو في أثناء عدتها حرمت من السكنة والنفقة بسبب النشوز. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن إلا آلة التنظيف. زي ايه؟ زي الكسوة وزي الاكل اللي يليق بها، لان ما نقول مثلا النفقة والاطعام فممكن يجيب لها عيش حاف، لكن باقي المؤن يجيب لها مع العيش حاجة تغمس اسمه الادام، وبعدين يجيب لها فاكهة، يجيب لها خادم ان كانت ممن تخدم، وهكذا. يبقى دي باقي المؤن يعني. إلا آلة التنظيف. آلة التنظيف زي الحاجات الخاصة بيها بقى، المشط بتاعها مش عارف ايه، دي مش واجب عليه، هي دي حاجتها الخاصة، إلا لو احتاجتها لضرورة، كأن مثلا أصيبت بمرض في شعرها فاحتاجت إن هي تنظفه بطريقة معينة، فيبقى يجيب لها هذه الطلب. ويقصد بآلة التنظيف اللي هي الحاجة الخاصة بها. ويجب للبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا. البائن اللي هي المطلقة تلقى بائنة يعني لا يستطيع أن يردها، إما لأنها ثالث مرة أو مخلوعة، يبقى في الحالة دي لا ينفق عليها، لكن يجب السكنة فترة العدة بس بغير نفقة، لأن ربنا يقول: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اللي هي النشوز. فلو جم بفاحشة مبينة يبقى ساعتها تسقط عنها حتى السكنة، ما تاخدش السكنة كمان. أما الحامل مطلقا ولو بائن لها السكنة والنفقة. الحامل مطلقا طالما امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها فلها السكنة والنفقة، طالما الحمل ده في بطنها، المستكن في بطنها من الزوج. لكن هنا بيتكلم: ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا
فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح. يعني لو كانت باء غير حامل يبقى السكنة دون النفقة، باء حامل يبقى السكنة والنفقة على الصحيح، فتجب لها النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح. وقيل أن النفقة للحمل وليست له، ده وجه ضعيف. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع. يبقى بجانب موضوع السكنة، طبعا انت عارف المعتدة من وفاة لا نفق لها ولو حامل، المعتدة من وفاة لا نفق لها ولو حامل. ليه؟ لان ليها نصيب في الارث، هتنفق على نفسها من نصيب الارث، واضح؟ يبقى المعتدة من وفاة لا نفق لها ولو حامل. ويجب بقى ليها زيادة غير المعتدة من طلاق، ليها الإحداد بقى، الإحداد وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم، اللي هو إيه يعني كلمة جامعة للحرائر، يعني كل ما هو حرير يقولوا عليه إبريسم. ومصبوغ لا يقصد زينة، والامتناع من الطيب أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم، أما المحرم كالاكتحال بالإثم الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد فيرخص فيه للمحدة، ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا. يعني لو اضطرت تستعمل الكحل كعلاج يبقى تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، يبقى السكنة أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، يعني إن كان لائق بها، وليس لزوج ولا غيره إخراجها، وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه، وإن رضي زوجها إلا لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث عشان تأنس يعني ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. يعني افرض ان البيت بتاع الزوجية ده غير امن، في مكان في منطقة غير امنة، يبقى ساعتها لها ان تخرج منه الى مكان امن. هنشوف كلام الشيخ البيجوري على هذه الفقرات. فصل في احكام المعتدة وانواعها. وفي بعض النسخ عدم ذكر فصل، وهو الانسب بقول الشارح في الترجمة السابقة فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة، لكن الأنواع هنا وهي الرجعية والبائن غير الحامل والحامل والمتوفى عنها زوجها ليست مذكورة لذاتها بل لبيان أحكامها، وهي ما يجب لها وما يجب عليها. يبقى ما يجب لها يعني في حق الزوج، وما يجب عليها في حق نفسه. فلذلك قال بعضهم الأولى إسقاط الأنواع هذا، يعني كان بيقول لك حق وما كانش يقول في أنواع المعتدة، كان يقول في أحكام المعتدة. لكن على أي حال فالأنواع أحكام المعتدة بتتغير باختلاف نوع المعتد، فممكن يبقى جاب الأنواع لبيان تعلق تغير الأحكام بنوع المعتد. فلذلك قال بعضهم الأولى إسقاط الأنواع هذا، وفي بعض نسخ المصنف تقديم فصل الاستبراء اللي هو هيجي بعده قبل هذا الفصل، وهو الذي وجد بأيدينا من الشراح
لكن تقديم هذا الفصل أنسب كما لا يخفى، علشان هو جاي بعد العدة، فكان الأنسب بيجيب ده، وبعدين الاستبراء ده موضوع جديد، وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب وتبعه المحشي اللي هو البرماوي، وقد تبعته أيضا اللي هو الشيخ البيجوري في ذلك لشدة مناسبته وتعلقه بالعدة. قوله هو يجب للمعتدة، الحاصل أن السكنة واجبة للمعتدة مطلقا إلا الناشزة كما سيذكره الشارح. يبقى أي واحدة معتدة سواء من طلاق أو من وفاة وجب لها السكنة. كويس؟ لو كان عدة وفاة تسكن ولا ينفق عليها، لأنها هتاخد من الإرث، لأن مين هينفق عليها؟ إذا كان الزوج نفسه مات مين هينفق عليه؟ فيبقى هي هتنفق على نفسها فترة عدة الوفاة لأن لها نصيب في الإرث. واضح؟ لكن ما حدش يخرجها من بيت الزوجية إلا بالشروط اللي احنا هنقولها بعد كده، إذا كان لا يليق بها أو لضرورة أو مرضت مرض شديد ومش لاقية حد يخدمها، فلأنها تخرج تروح في بيت بنتها تخدمها، كل الحاجات دي معلش. يبقى ويجب للمعتدة، الحاصل أن السكنة واجبة للمعتدة مطلقا إلا لناشزة، لأن إيه الناشز؟ ربنا بيقول إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، لا تخرجونا من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. الفحشة المبينة إيه؟ طولة لسان، سفاقة، شتيمة، بتتخانق مع قرايب جوزها، كل يوم عاملة مشاكل مع الجيران، تبقى دي عاملة لنا مشاكل، يبقى معلش بقى يا بنتي روحي اقعدي عند أهلك. خدت بالك؟ طالما عملت إيه؟ فحشة مبينة. أحسن تفتكر زنا ولا حاجة؟ لا، مش مقصود به زنا، لكنها ممكن تكون سيئة في الطبع والأخلاق. إلا لناشزة كما سيذكره الشارح. والصغيرة أيضا التي لا تطيق الوطأ مالها السكنة، حكمها حكم برضو إيه؟ الناشزة. يعني لو واحد كان متزوج طفلة صغيرة في الشرع كان يجيز هذا، لكن وقت القانون وضع يمنعه، لكن احنا بنتكلم على الأحكام الشرعية المستقرة. لو جاء القانون ما تناولش سن البنت، فجاء واحد اتجوز امرأة صغيرة، طفلة صغيرة لا تطيق الوطأ، فدي زوجة له حكم الزوجة، لكنها لا يطأها لأنها لا تطيق الوطأ، فإذا طلقها حكمها حكم الناشز، لا سكن لها ولا نفق، لا سكن لها ولا نفق. والصغيرة التي لا تطيق الوطأ لأنها في معنى الناشزة. والأمة غير المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، يعني كان واحد تزوج أمة، أمة يعني رقيقة، لكنها بتجيله بالليل بس، بالنهار في خدمة سيدها، خدت بالك؟ يبقى دي برضو مالها السكن. لكن لو هو سيدها سيبها لزوجها ليل نهار عايشة معاه، يبقى ليها السكن. فهمت بقى المسألة؟ والأمة غير المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، كأن كانت تسلم له ليلا وتخدم سيدها نهارا. والنوع برضو الثاني اللي مالوش السكنة، والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد، والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد، وتجب النفقة. كل دي صور اللي مالهمش نفقة، يعني مالهمش سكنة. يعني بعد كده هيتكلم عن النفقة، وتجب النفقة بل وسائر المؤن ما عدا آلة التنظيف للرجعية ولو غير حامل. والبائن غير الحامل لا يجب لها إلا السكنة. بائن غير حامل ما لهاش إلا السكن، تنفق على نفسها وتسكن بس في بيت الزوجية فترة العدة. فإن كانت حاملا وجبت لها أيضا النفقة، علشان الحمل ده متعلق بالزوج، يبقى ينفق عليها ويعالجها ويعمل لها متابعة الحمل ويوديها للدكتور ويدخلها المستشفى تولي، كل ده عليه. ولو كمان هترضع بعد الولادة يفضل ينفق عليها فترة الرضاعة. فإن أرضعنا لكم فأتوهن إيه؟ أجورهن، مش كده برضه؟ وجبت لها النفقة أيضا بسبب الحمل. وأما المتوفى عنها فلا نفق لها ولو حاملا كما يعلم مما سيأتي. المتوفى عنها زوجها ليها السكنة ولا يجب النفقة ولو حامل زي ما قلنا، علشان لها نصيب من الإرث. قوله الرجعية
أيوة لو حائلا، والحائل غير الحامل، الحائل يعني غير الحامل. أيوة لو حائلا أو أما مسلمة لزوجها ليلا ونهارا، وخرج بها البائن والمفسوخ نكاحها، فليس لها إلا السكنى لكن ملهاش النفقة، والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد فليس لها شيء، حتى السكنى برضو ملهاش. الموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد فليس لها شيء حتى السكنى كما علم مما تقدم. قول السكنى في مسكن فراقها، أي في المسكن الذي فورقت فيه، إن كان مستحقا للزوج. إذا كان السكن ده مستحق للزوج يبقى تفضل قاعدة في بيت الزوجية فترة العدة، وإن لم يكن ملكا له، يعني ولو كان إيجار. فإن لم يكن له مسكن اكترى عليه الحاكم من ماله، مسكن المعتد اكترى يعني أجر، اكترى عليه الحاكم من ماله اللي هو بمعرفة القاضي بقى، اكترى عليه الحاكم من ماله مسكنا للمعتد اللي تعتد فيه، إن لم يكن هناك متطوع به يعني من أهله. فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم أو أذن لها في الاقتراض عليه ثم ترجع به عليه، يعني تدفع إيه الإيجار وبعدين تاخد إيه قيمته بحكم المحكمة بعدين، أدي معناه ترجع به. ومثل ذلك ما لو أذن لها أن تكتري مسكنا من مالها ثم ترجع به، فإن اكترت بلا إذن الحاكم بقصد الرجوع، فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر على استئذانه ولم تشهد لم ترجع. يعني لو اكترت هي أجرت من غير إذن الحاكم، من غير إعلام المحكمة، يعني في الحالة دي لا ترجع عليه لأنها ما استأذنتش. بشرط أن تكون تقدر أنها تعلم المحكمة، مش في مكان بعيد عن المحكمة، المحكمة مثلا في المدينة وهي قاعدة في أقصى الريف فما يدريش تعلم المحكمة. في الحالة دي تعمل إيه؟ تشهد شهود أنها اكترت من مالها، يوم يروحوا قدام الحاكم يشهد، بعد كده يوم الحاكم يحكم بشهادة الشهود. فإن قدرت على استئذانه ولم تفعل، يعني أو لم تقدر على استئذانه ولم تشهد لم ترجع، وإن لم تقدر على استئذانه وأشهدت رجعت. واضح؟ ويجري ذلك في كل لازم مما يأتي، في كل ما يلزم مما يأتي سواء من سكنة أو نفقة أو غيره، بشرط السكن ده إيه؟ يكون لائق بها، إن لاق بها يعني سكن يليق بها. فإن كان خسيسا يعني سكن لا يليق بها، تخيرت بين الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها. وإن كان نفيسا تخيره، يعني هو كان معاده في قصر عشان هو متجوزها، قاعده في قصر فخم قوي، فجات الله يقول لها لا اقعدي انت في الشقه بقى ايه اللي انا مأجرها في المقطم، ما تقعديش معايا في القصر هنا في ايه في التجمع والكلام الجديد اللي طلعوه ده. هو بقى قاعد في حته فخمه وجات الله ما قعدهاش في النفيس قوي، لكن قعدها في حاجه تليق بيها. فهمت ازاي؟ يبقى في النفيس يخير هو الزوج، موافق خلاص، مش موافق خلاص يبعتها، برضه يبقى حاجه تليق بها لكن مش شرط يبقى حاجه نفيسه يعني كبيره. وان كان نفيسا تخير هو بين ابقائها فيه، هو اللي هو الزوج يعني، بين ابقائها فيه ونقلها الى لائق بها، ويتحرى الاقرب الى المنقول عنه برضه بحسب ما يمكن. يعني هي كانت ساكنه معاه في القصر في القاهره، يبقى يجيب لها حاجه في نفس الحي في القاهره، ما يجيبلهاش بقى حاجه تانية في ارياف الصعيد. فهمت ازاي؟ يبقى حاجه قريبه من نفس مكان الزوجيه. وظاهر كلامهم وجوبه واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب. يعني ظاهر كلامهم ان ايه وجوب ان السكن يكون ليليق بها،
واستبعد الغزالي عن الوجوب وتردد في الاستحباب. قول والنفقة أي بحسب حاله من يسار وإعصار، وتوسط يعني على حسب حالته، كل ينفق من سعته، لأنها كالزوجة، ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة. طب افرض هو طلقها وهي في عدة طلاق رجعي، مر عليها 3-4 أيام بعد ما طلقها مات هو الراجل، فانتقلت لعدة وفاة، يبقى خلاص ما ينفقش عليه، لأنها مات خلاص، اللي هينفق عليها مات، فهمت؟ لأنها انتقلت لعدة وفاة، فلا نفقة الآن، لكن تفضل في السكن حتى إيه؟ تنقضي عدة الوفاة. ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملا، لأنها صارت معتدة وفاة وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي، بخلاف الحامل البائن فإن لها النفقة ولو مات زوجها. الحامل البائن فإن لها النفقة ولو مات زوجها وهي في العدة، لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة. خد بالك، الحامل البائن اللي هي مطلقة في طلاق بائن وكانت حامل، دي ما لوش نفقة عليها، خدت بالك؟ لكن ليها السكنة فترة حتى تضع الحمل. في الحالة دي لو مات ما تنتقلش إلى، خد بالك نقراها تاني عشان نشوف نتخيل الصورة دي، بخلاف الحامل البائن فإن لها النفقة ولو مات زوجها وهي في العدة. هنا حامل بائن لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة فتستمر نفقتها، لأنه دوام مع عدم كونها في حكم الزوجة، لأن البائن خد بالك مش في حكم الزوجة، فمش هتنتقل لعدة الوفاة لأنها بائن، لكن ليها النفقة مستمرة عشان الحمل، واضح؟ لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة فتستمر نفقتها، لأنه دوام مع عدم كونها في حكم الزوجة. قوله إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. الناشزة دي اللي هي المرأة الناشزة اللي أتت بفاحشة مبينة يسقط في حقها النفقة والسكن، سواء كان النشوز قبل الطلاق أو بعد الطلاق في أثناء العدة، أي فلا نفقة لها ولا مؤن بل ولا سكنة لسقوطها بالنشوز كما في الزوجة، إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة. يعني افرض نشزت فترة وبعدين عادت للخلق الكريم تاني، يرجع ليها السكنة والنفقة. إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة، وأصلها نعم إن عادت في أثناء يوم عادت السكنة دون النفقة، نفقة ذلك اليوم بس، كما في الزوجة أيضا، فحق هذه العبارة في الرجعية كما ذكرنا. وانتقل نظر المحشي فذكرها في البائن وهو غير ظاهر، لأن البائن لا نفقة لها أصلا إلا أن تكون حاملا كما سيأتي. قول وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن، أي من كسوة وأدم، أدم اللي هو الغموس، يعني كل ما يوضع في الخبز تغمسه يعني اسمه أدم اللي هو إدام يعني، وإخدام إذا كانت هي متعودة أنها تتخدم ويبقى في خدامين وطباخين وبتاع متعودة كده يعمل لها كده برضه، ومؤنة خادم وأجرة الخادم كمان وغير ذلك، لأنها كالزوجة. وزمان لما كان يقولوا زمان أول ما طلع الدخان ما كانوش يعرفوا إنه ضار، فكانوا بيعتبروه إنه هو مباح، فيقول لك ويديها كمان تمن دخان لو كانت مدخنة، لكن إخواتي خلاص ثبت أن التدخين حرام فخلاص دي مش هنكتبها، حتى لو مدخنة ما ادالهاش تفن دخانها. ليه؟ لأنها لا ضرر، ما يضرهاش لان التدخين ضار، صاحبه كيف هي؟ طب احنا مالنا؟ هي بقى تجيب كيف، فاهم؟ لكن زمان كانوا بيعتبروا التدخين انه ايه مباح على اساس انه لم يثبت ضرر، كان لسه طالع جديد،
من حوالي مثلا 200 300 سنة، ما كانوش لسه ثبت ضرره ويعتبروه نبات طاهر وهي حر. فساعتها نص عليه بعض الكتب القديمة، قال ان ايه ونفق الدخان، كاتبين كده. فما يجيش واحد بقى يجيبها لي يقول لي يقراها لي دلوقتي يقول لي مش عارف يعمل لنا مشكلة، لان تغير حكم الدخان، كان ايامهم ما يعرفوش انه ضار، خدت بالك؟ فالوقت ثبت ضرره، والقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، وما ثبت ضرره يكون دليل على حرمته. افرض هي مثلا بتحب تعزف على الكمانجة وعلى مش عارف البيانو، مش واجب عليه بقى ان هو يجيب لها الكمان؟ ليه؟ لان عندنا المعازف حرام اقتناء واستعمال، لكن هي بقى غاوية مزيكا خلاص هي تجيبها على حسابها، مش دعوة، مش على الزوج، فهمت؟ وهي تتحمل بقى اسمها وغير ذلك لأنها كالزوجة، ولذلك سقط بنشوزها قبل الطلاق وبعده كالنفقة. وقوله إلا آلة التنظيف، أي كمشط وصابون وأشنان وطفل، كل دي الحاجات اللي هي أدوات الزينة بتاعتها الخاصة بيها، الحاجات اللي بتزيل بيها الشعر، الحاجات اللي هي بتنظف بيها شعرها، الشامبو، البودي شاور، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، الأحمر والأبيض اللي بتحطه وتتزين، كل ده مش واجب عليه هو يجيبه لك. نعم ان تأذت بنحو قمل، املت بقى يجيب لها فلاية ومشت بقى، معلش هيعمل ايه عليك علشان ممكن تعدي العيال. نعم ان تأذت بنحو قمل وجب ما يزيله. قوله ويجب للبائن، اي بخلع او ثلاث انواع البائن، ايه؟ ان تكون ايه؟ خلع يعني حكم قاضي، او ثلاث يعني الطلقة الثالثة، او فسخ. وقوله السكنة إلا أن تكون ناشزة قبل الطلاق أو في العدة، فلو أبانها ناشزة أو نشزت في العدة فلا سكنة لها إلا إن عادت للطاعة، فتعود لها السكنة بعودها للطاعة دون النفقة. ده البائن ملهاش نفقة، ما هي بائن ملهاش حكم الزوجة خلاص، ما يعرفش يتجوزها تاني ولا يردها، يبقى ملهاش نفقة. أي ودون بقية المؤن كالكسوة والأذن إلى غير ذلك. قال الشيخ القليوبي ولعل تقييده بالنفقة لأجل الاستثناء بعده بقوله إلا أن تكون حاملا، وهذا يقتضي أن البائن الحامل لا يجب لها بقية المؤن بل النفقة فقط، وهو كذلك كما يقتضي قول الشارح بعد قول المصنف إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة له. قوله إلا أن تكون حاملا أي بحمل يلحق الزوج إذا توافقا عليه أو شهد به 4 نسوة أو بدعواها مع يمينها، يعني ما يكونش الحمل ده في خلاف بينهم، يقول لا اللي في بطنك ده، يعني زي ما قلنا في أحكام اللعان قبل كده أنه ممكن ينفي ما في بطنه. إلا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح معتمد، المعتمد يعني حق، يبقى المعتمد فيها الألف واللام، على الصحيح المعتمد. زود بس ألف ولام. وقول وقيل أن النفقة للحمل ضعيف ويترتب على الخلاف، وقيل أن النفقة للحمل، يعني في قال لك النفقة لها ولا للحمل، استتفرق النفقة لها ولا للحمل، هينبني عليها فروع، الراجح أن هي النفقة لها وليست للحمل، كويس؟ فلو قيل ويترتب على الخلاف ايه بقى في الوجهين، انها على الاول لما نقول ان النفقة لها تكون مقدرة، النفقة تكون مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان، يعني تطلبها ولو بأثر رجعي، بل تكون دينا عليه وتسقط بنشوزها. وعلى الثاني لو كان للحمل تكون بقدر الكفاية وتسقط بمضي الزمان ولا تسقط بنشوزها، كما قاله الميداني، وسيأتي في النفقات أنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل، لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها كانت كنفقتها، وخرج بالبائن الحامل
التي الكلام فيها، وخرج بالباء الحامل التي الكلام فيها المتوفى عنها، فلا نفقة لها وإن كانت حاملا. يبقى لو كانت عدة وفاة وحامل لا نفقة لها. يبقى وخرج بالباء الحامل، تقييد قوله بالباء الحامل التي الكلام فيها، الكلام السابق ده كله فيها، المتوفى عنها، خرج المتوفى عنها فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. ولأنها بانت بالوفاة ونفقة القريب تسقط بها، يعني بالوفاة، لأنه صار معصرا بالوفاة فلا تجب النفقة بسببه، وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها، لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء، مع كونها وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها، لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء، مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة، بخلاف الرجعية فإنها تنتقل لعدة الوفاة فتسقط نفقتها ولو حاملا كما مر. قول: ويجب على المتوفى عنها زوجها، أي ولو أمه أو كافرة لها أمان بذمة أو عهد أو أمان إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا، وإلا فلا نتعرض لهم. والتقييد بالإيمان في خبر الصحيحين، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. يعني لو كان متجوز امرأة كتابية، هل يجب عليها الإحداد ولا ده واجب على المؤمنة بس المسلمة؟ قال لك: ولو كانت كافرة برضه يبقى يجب عليها الإحداد، طالما لها أمان بذمة أو رضيت التحاكم بشريعته. والتقييد بالإيمان في خبر الصحيحين، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، جرى على الغالب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مش معناه الوصف ده وصف تقييد للحكم، ولكنه جاء وصف على الغالب. زي برضو: وربائبكم التي في حجوركم، طب افرض ربيبتي مش في حجري برضو حرام اتزوجها، وجاء برضو ايه على سبيل الغالب. زي برضو: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، طب وان لم يردنا تحصنا برضو لا تكرهوا على البغاء، فجاء وصف على الغالب. ناخد بالنا من الحته دي. وقوله في الحديث الشريف: الا على زوج، اي فيحل لها الاحداد عليه، بمعنى انه يجب، لان ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، أو نقول دي قاعدة، خد بالك، ما جاز بعد امتناع وجب غالبا، دي قاعدة، ما جاز بعد امتناع وجب غالبا، دي قاعدة مهمة تاخد بالك منها. وهو المراد هنا إجماعا. يعني لما نقول يجوز ليها إن هي تتزين بعد إيه الإحداد، بعد مرور العدة، يبقى ده جاز بعد امتناع، دل على أن الامتناع واجب، دل على أن الامتناع واجب. وهو المراد هنا إجماعا، ويجب على ولي الصغيرة حتى والمجنونة، لأن المجنونة غير مكلفة، يبقى واجب على الولي منعهما مما يمتنع منه غيرهما من الزينة يعني. وخرج بالمتوفى عنها زوجها المفارقة فلا يجب عليه الإحداد، وإنما يسن لها ولو رجعية، لأنها إن فورقت بطلاق يبقى إيه الإحداد ده واجب، واجب في حق المتوفى عنها زوجها. طب والمطلقة؟ يستحب بس حقها، إن هي فترة العدة إنها لا تتزين ولا تعمل، لأن الزينة كأنها بتطلب الخطاب، طب بتتزيني ليه؟ ما يمكن يردك، فاهم؟ فما يصحش. وبعض العلماء قال لك لا، لها ان تتزين في بيت الزوجيه لانها في السكنه، يمكن تغري انه يردها مره اخرى ويراجعها، لكن لا تتزين في غير ايه لغير الزوج يعني.
وخرج بالمتوفى عنها زوجها المفارقة، فلا المفارقة أو المفارقة تنفع، المفارقة المفارقة بطلاق رجعي يعني، فلا يجب علي الإحداد وإنما يسن لها ولو رجعية، لأنها إن فورقت بطلاق فهي مكفوة به أو بفسخ فهو منها، إذا كانت بعيبه يعني، إذا كان الفسخ بسبب عيب في الرجل يبقى إيه، بسبب شكوى منها أو لمعنى فيها، إذا كان بعيبها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد. ونقل عن بعض الأصحاب أن الأولى للرجعية أن تتزين بما يدعو الزوج إلى أن يراجعها وهو ظاهر إن رجت منه ذلك، وإلا فالأول هو المعتمد كما نقله في الروضة وأصله عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله تعالى عنه. قوله الإحداد اللي هو يجب على المتوفى عليه زوجها الإحداد بالحاء والدالين المهملات من أحد، ويقال الحداد من حد، ويروى بالجيم الجداد من جددت الشيء أي قطعته، لأنها قطعت نفسها عن الزينة والطيب. وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد كالموسى في حلق الشعر من العانة كما هو معلوم، ما تقولش كالموسي، هي الموسى. قول وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، فمعناه علشان كده ساعات يقول لك كمان على البواب حداد، لأنه يمنع دخول الأجنبي، يسموا البواب برضه حداد لأنه يحد. وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، فمعناه لغة المنع، وشرعا ما ذكره المصنف كما أشار عليه الشارح بقول وهو شرعا إلى آخره. الامتناع من الزينة أي التزين في البدن، فلا تلبس الحلي نهارا من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو من نحاس إن موه بذهب أو فضة، أو كانت المرأة ممن يتحلى به سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أم صغير كالخاتم والقرط وهو ما يعلق في شحمة الأذن المسمى بالحلق، ومنه الودع ونحو للأعراب. أنت عارف يعملوا إيه؟ إعقاد ودع كده في ستات الأعراب، برضو ده يبقى زينة تلبسوش، والسلاسل وغيرها، وإنما حرم علي ذلك لأنه يزيد في حسنها كما قيل، وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من الحسن إذا الحسن قصر. فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، يعني ما تبقى هي جميلة أصلا مش محتاجة بقى إيه، لكن التانيين لبس البوصة تبقى عروسة مش كده برضو، أما تزينها عشان تخفي إيه نقص جمالها يعني. وأما التحلي بما ذكر ليلا فجائز، لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة، وخرج بالبدن غيره فيجوز تجميل الفراش وهو ما تقعد أو ترقد عليه من نطع وهو الجلد الذي تقعد عليه، ومرتبة ووسادة وغيرها، وتجميل الأثاث وهو أمتعة البيت، فلا إحداد فيه لأن الإحداد في البدن لا في الفراش ونحوه. وأما الغطاء فهو كالثياب ليلا ونهارا على المعتمد، وإن خصه الزركشي بالنهار ويحرم عليه ليلا ونهارا دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت، يعني كان لها لحيها، وبقية شعور وجهها بخلاف شعور بقية بدنها، ويحرم عليه أيضا طلاء وجهها بالإسفزاج بالذال المعجمة وما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه، وبالدمام اللي هو احنا بنسميه أحمر وأبيض، يعني تحط البودرة اللي هي إيه والمكياج والحاجات دي والظلال اللي في العين والحاجات دي كلها، وهو ما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه، وبالدمام بكسر الدال المهملة أو الدمام وضمها بميمين بينهما ألف، وهو ما يطلى به الوجه للتحسين، وهو الحمرة التي ورد بها الخد، وهو المسمى عند العامة بحسن يوسف، كان أيامه يسموها إيه حسن يوسف. ويحكى أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر عنده أحد بسوء ينهى عن ذلك ويقول حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائل الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم، أي معمول بالدمام، يعني ما لقوش إيه لدميم هنا يعني محمر، يعني مش دميم يعني زميم، لا لدميم يعني محمر، يعني ما لقوش في الورد ايه عيب فقالوا له يحمر الخدين، دي معناها باللغة المصرية بتاعتنا.
كضرائر الحسناء قلنا الوجيه حسنا وبغضا انه لدميم، يعني قالوا لها يمه وش احمر، يعني ايه بيعايروها بجمالها، فهمت؟ اي معمول بالدمام المتقدم، ويحرم علي خضاب ما ظهر من بدنها كالوجه واليدين والرجلين بنحو الحناء وتطريف اصابعها وتصفيف شعر شعر ايه؟ تراتها اللي هي قصتها يعني. وتصفيف شعر تراتها اي نصيتها على جبهتها، يعني ما تنزلش قصه شعرها كده على جبهتها. كل دي اصلها زينه، مظاهر زينه يعني. وتجعيد شعر صدغيها. تجيب الشعر اللي نازل كده وتلولوه كده زي ايه؟ لما بتشوف البنات بتوع اليومين دول يلولوه الشعر ده ونازل كده، ويقول لك اصلها بتستعمل الشامبو مش عارف الفلاني والحاجات الاعلانات بقى. وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل. تحط في حاجبيها حواجبها شعره خفيف فمبين، تقوم هي تكملها بالكحل يعني علشان يبين ان شعره تقيل يعني. كل دي زينه، كل ده برضه ايه؟ وتدقيقه بالحف وهو ازاله شعر ما حوله وشعر اعلى جبهتها، وهو المسمى بالتحفيف، ويجوز لها التنظيف بغسل رأس وبدن ولو بدخول حمام ليس فيه خروج محرم، لأن كانت الحمامات زمان يخرجوا لها ما كانتش في البيوت، فقال يجوز إن هي إيه؟ إن هي تدخل الحمام ده ولكن دخول غير محرم، يعني مش في وقت يكون فيه الرجالة، وتحتاط لنفسها ولا تخلع ثيابها أمام النساء، تبقى إيه بالآداب الإسلامية المعروفة. كل الحاجات دي مش هتلاقيها الوقت دلوقتي، الحمامات داخل البيوت وما بقاش فيه مشكلة. وامتشاط بلا دهن أو دهن، واستعمال نحو سدر، وإزالة شعر لحية أو شارب أو إبط أو عانة، وقلم ظفر يعني تقص ضوافرها، ولو تركت المعتدة الإحداد كل المدة أو بعضها انقضت عدتها مع العصيان، من قولش تقضي، فهم؟ تنقضي العدة مع العصيان إن علمت حرمة الترك، ولو بلغتها ولو بلغتها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة فلا إحداد عليه. يعني عرفت إن جوزها مات من 5 شهور وهي ما كانتش تعرف، هي ما عليهاش عدة، حد لأنها عدت المدة لانقضاء عدتها، كما لو بلغها طلاقه بعد انقضاء العدة برضه فإنه لا عدة عليه. يعني جوزها طلقها السنة اللي فاتت وهي ما كانتش تعرف، لأن هو في حتة وهي قاعدة في حتة، ففين لما جاء وكيله او كلمها بالتليفون قال لها انت طلقك من السنه اللي فاتت، ما عليهاش عده لان عدتها انعدت، لو كانت مر عليها 3 حيضات، انما افرض بتحيض مره كل سنه يبقى عليها بقى عدتها 3 سنين. على حسب بقى ايه يعني تنقضي العده لو علم، يعني لا تقضى، يعني المقصود ان العده لا تقضى، العده من تاريخ الوفاه او تاريخ الطلاق مش من تاريخ علم الزوجه، فهمت ازاي؟ قوله بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة أي ليلا ونهارا من حرير أو غيره، وقوله كثوب أصفر أو أحمر، ما تلبس بقى إيه أصفر وأحمر وبتاع والحاجات دي لأن دي أرض زينة. فالأول كالمصبوغ بالعصفر ده يخليه أصفر، والثاني كالمصبوغ بالمشق وهو المغرة أو طين أحمر يشبهها، ويباح غير المصبوغ، محترز المصبوغ في قوله بترك لبس المصبوغ، وقوله من قطن وصوف وكتان أي وإن كان نفيسا، وقوله وإبريسم هو بالمعنى الشامل القز وهو مطلق الحرير إذا لم تحدث فيه زينة بنحو نقش. قوله ومصبوغ لا يقصد للزينة، ممكن تلبسه المصبوغ الذي لا يقصد للزينة، محترز قوله يقصد به زينة فيما مر، وذلك الأسود والأخضر والأزرق لأن دي ألوان ما يقصدش بها الزينة غالبا، إلا إن كانت من قوم يتزينون به، لو كانت الناس في العرف بتاعه إن بيتزينوا بهذه الألوان يبقى ما تلبسهاش بره، كالأعراب فيحرم، وما لم يكن كل من الأخضر والأزرق براقا صافي اللون، وإلا بأن كان كذلك حرم لأنه يقصد للزينة بخلاف الكدر والمشبع لأنه يقارب الأسود الذي يقصد للزينة، يعني ما يبقاش اخضر يعني ايه مزهزه كده زرعي، ولا يبقى ازرق سماوي يعني منور كده، لكن ممكن كحلي قاتم، ممكن بني قاتم قريب للسواد، ما فيش مشكله. قول والامتناع من الطيب
وضابط الطيب الذي يحرم علي كل ما حرم على المحرم، لكن لا فدية علي في استعماله لأن المحرم عليه فدية، ويلزمها إزالة الطيب الذي معها حال الشروع في العدة بخلاف المحرم، لو بقي عليه أثر الطيب اللي حطه قبل ما يحرم لا يجب عليه إزالته. ويستثنى من الطيب قليل من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور تستعملهما عند الطهر من الحيض أو النفاس كما قاله الأزرعي وغيره. قوله أي من استعماله أي ليلا أو نهارا، وإنما احتاج الشارح لتقدير لفظ استعمال لحمله الطيب على العين، ولو فسره بالتطيب لم يحتاج إلى ذلك، وإنما جرى على الأول لأنه المتبادر من الطيب، ولذلك قدر الشيخ الخطيب لفظ استعمال كما قدره الشارح. يعني ممكن هي تحمل الطيب لكن ما تستعملوش، تشيله بس في شنطة كده، لكن ايه المانع عنه؟ مش حمله، استعماله ولا اقتناؤه، لا ان تقتنيه، لكن المانع عنه استعماله. قوله او كحل غير محرم، اي وهو الكحل الابيض كالتوتية، فلا يحرم الاكتحال به اذ لا زينة فيه، لكن يحرم استعمال الطيب فيه. قوله اما المحرم مقابل لقول غير المحرم، يعني الكحل اللي ملوش لون، واخد بالك، ده مش مشكلة، بشرط ما يكونش عليه حاجة رائحتها طيبة، يعني ما يكونش فيه طيب. أما الكحل المحرم كالاكتحال بالإثمد، أي كالاكتحال بالصبر بفتح الصاد وكسر الصبر وكسر الباء على الأشهر، ويجوز إسكان الباء تقول الصبر مع فتح الصاد وكسرها الصبر والصبر، ففيه ثلاث لغات، فيحرم على السوداء وكذا على البيضاء في الأصح، لأنه يحسن العين. وقول الذي لا طيب فيه إنما قيد بذلك لتكون الحرمة من جهة الاكتحال فقط، فإن كان فيه طيب كان حراما من جهتين، جهة الاكتحال وجهة الطيب، فهو حرام وإن لم يكن فيه طيب. قوله فحرام أي لذاته، وإن كان لا طيب فيه كما علمت. قوله إلا لحاجة كرمد، استثناء من قول فحرام. فإذا بقى إيه لطيفة بيقولها لك كده الشيخ البيجوري، من حفظ هذين البيتين لا يرمد أبدا، وهما يا ناظري بيعقوب أعيذكما بما استعاذ به إذ مسه الكمد، قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب اذهب أيها الرمد، قاله بعض الفضلاء. تجارب يعني كده، لا بأس تعملها ما تعملهاش انت حر، دي تجارب هم ايه كانوا يجربوها. والوقت الاحسن انك انت تغسل عينك كويس، ما تحطش ايديك وهي مش نظيفة على عينك، ولما تمرض تروح لدكتور العيون. في زماننا ما كانش فيه الحاجات دي، فكانوا بيضطروا ايه يعملوا اي وصفة تتقال لهم يعملوها. قوله فيرخص فيه للمحدة، اي لانه صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة في الصبر ليلا. قوله ومع ذلك، اي ومع الترخيص فيه للمحد. ستنا ام سلمة كانت في عده وفاه زوجها ابي سلمة اصابها ايه مرض في عينها، فاستاذنت النبي فاجاز لها ان تستعمله ليلا كدواء. الا ان دعت ضروره الاستعمال نهارا، اي فيجوز استعماله حينئذ نهارا للضروره. قوله وللمراه ان تحد، أي ويجوز للمرأة أن تحد، وخرج بالمرأة الرجل فلا يجوز له الإحداد مطلقا ولو لحظة، لأن الإحداد إنما شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم صبرهن. وقول من قريب لها، أي كأبيها وولدها وأخيها. وقول أو أجنبي، أي حيث لا ريبة فيما يظهر بأن كان عالما أو صالحا أو نحو ذلك، فإن كان هناك ريبة فلا يجوز الإحداد عليه. يعني هو مطلعين إشاعة إن هي مثلا بتحب الجدع ده جارها ده، وججرها ده مات، تيجي تحد عليه تثبت الإشاعة، ده هي في ريبة هنا، فهمت؟ يبقى نبقى ليش دعوة بيه، نبعد عنه. لكن لو سمعت إن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي توفي في سوريا وده راجل عالم كبير وتزعل عليه، لا أن تحد ثلاث أيام، واخد بالك، لأن ده عالم كبير مشهور وكان له يعني تلاميذ كثيرين، وكثير من الناس انتفعوا به وبدعائه رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، فلها أن تفعل ذلك بأن كان عالما أو صالحا أو نحو ذلك، فإن كان هناك ريبة فلا يجوز الإحداد عليه. قول ثلاثة أيام، فأقل ظرف لقوله أن تحد. قول وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك،
اي الاحداد، يعني ما تزيدش عن 3، لكن ممكن ما تتزينش شهر بس لا تقصد الايه الاحداد، مش مهم. لكن لو قصدت الاحداد يبقى هنا اللي حرام. فان زادت عليها بلا قصد لم يحرم، اي لانه امر اتفاقي من غير قصد. قول: ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، أي المقطوعة عن النكاح من البت والقطع بينونة صغرى أو كبرى، ومثلها المفسوخ نكاحها والمعتدة عن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد، فيجب عليها ملازمة المسكن. يبقى السكنة هنا ناخد بالنا، يبقى الإحداد إنها تمتنع عن الزينة وتلازم المسكن، ببساطة كده عشان ما يعني ما تشوش على نفسك. يبقى لا تتزين وتلازم المسكن، ادي معناها الاحداد. فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه الا لحاجة، والحال انه لا يجب للمعتد عن وطء الشبهة السكنة كما تقدم. ومقتضى كلام المصنف اخراج الرجعية، فلا يجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة، بل للزوج اسكنها حيث شاء من المواضع التي تليق بها، وهو ما في الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين. وبه جزم النووي في نكته: لأنها في حكم الزوجة، وهذا ضعيف، والمعتمد أنها كغيرها في وجوب ملازمة البيت، وهو ما نص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره. وقال الأزرعي أنه المذهب المشهور، والزركشي أنه الصواب. وأما قول الأولين لأنها في حكم الزوجة، فيرد بأنها ليست في حكم الزوجة من كل وجه، إذ لا يجوز له الاستمتاع بها ولا الخلوة بها. قول: إن لاق بها، فإن لم يلق بها كان لها الانتقال منه إلى لائق بها كما تقدم. وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه، أي لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والإضافة في قوله من بيوتهن لسكناهن فيها، وإلا فالبيوت للأزواج. وفسر ابن عباس وغير الفاحشة المبينة بأن تبذو على أهل زوجها، يعني تتخانق معهم إيه وتشتمهم حتى يشتد أذاهم بها، ومثل أهل زوجها جيرانها، فإذا اشتد أذاهم بها جاز إخراجها، كما أنه إذا اشتد أذاها بهم جاز خروجها. يعني افرض هم اللي بيؤذوها برضو جاز، يعني يا إما هي اللي بتأذيهم أو هم اللي بيؤذوها، في الحالة دي يجوز تخرج، بخلاف ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهما أو هما بها، لأن الوحشة لا تطول بينهم. يعني بخلاف لو طلقت في بيت أبويها وكانت ساكنة مع أبوها ما تخرجش، حتى لو إيه، لأن هي سريعا ما هتصالحهم، لأن أبوها وأمها، لأن الوحشة لا تطول بينهما، عليه القرابة للأبوة والأمومة والحاجات دي، يستحملوا بنتهم ويستحملوها. قول: وإن رضي زوجها، أي لأن الحق في ذلك لله تعالى، يعني حتى لو الزوج قال لها أنا لو مت اتفسحي زي ما أنت عايز واخرجي زي ما أنت عايز، ولا تحبسي نفسك والبسي اللي على كيفك، يعني هو تنازل عن حق، ولا برضو إياه، لأن ده حق لله تعالى وليس حق للزوج، وهو لا يسقط بالتراضي. قوله: إلا لحاجة، أراد بالحاجة ما يشمل الضرورة، كما أشار إليه الشارح بقوله: ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها إلى آخره، فإن ذلك من الضرر من الضرورة. وعلى تسليم، خد بالك إن الضرورة غير الحاجة، الحاجة أقل إلحاحا من الضرورة، فهنا بيقول لك إلا لضرورة، هل يقصد بها إلا لحاجة؟ أراد بالحاجة ما يشمل الضرورة أيضا، لأن من باب أولى، لأن الضرورة أشد إلحاحا من الحاجة، فإذا كانت هي هتخرج للحاجة يبقى الضرورة من باب أولى، كما أشار إليه الشارح بقوله: ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها إلى آخره، فإن ذلك من الضرورة. وعلى تسليم أن الحاجة لا تشمل الضرورة، فهو معلوم من كلام المصنف بطريق الأولى، لأنه إذا جاز الخروج للحاجة جاز الخروج للضرورة من باب أولى. قوله: فيجوز لها الخروج أي للحاجة، وهذا في غير ما لها نفقة، وهذا في غير من لا نفق كالمعتد عن الوفاء وعن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد والمفسوخ نكاحها والبائن الحائل. فالضابط في ذلك كل معتدة لا يجب لها النفقة ولم يكن لها من يقضيها حاجتها دي لها الخروج. أما من وجبت نفقتها من رجعية وبائن حامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن،
أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بالنفقة وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويها، فيحرم عليه الخروج لزيارتهما وعيادتهما في مرضهما وزيارة قبور الأولياء والصالحين حتى قبر زوجها الميت، ويحرم عليها أيضا الخروج للتجارة. كل ده ما ينفعش تروح تزوره إيه قبر زوجها كل يوم خميس بقى وهو لسه ميت، ما ينفعش تقعد في بيتها. بتعمل الحكاية دي الستات وده غلط غلط، اللي بيعملوه ده بيعكوا الدنيا. حتى قبر زوجها الميت برضه ما تخرجش، وقبور الأولياء والصالحين برضه ما تخرجش. ويحرم عليها أيضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك. يعني ما حبكش بقى في فترة عدة الوفاة تروح تقول لك أنا أصلح أستثمر مالي وأعمل مشروع تجاري. طب استنى ما تخلصي عدة الوفاة. نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق. خد بالك لو هي أحرمت قبل موت زوجها أو فراقه يبقى لها ان هي ايه تعمل الحج والعمره. انا في العمره اللي فاتت دي جالي راجل ليبي كان قاعد جنبي في المسجد النبوي بيقول لي في واحده طالعه معانا من ليبيا فوق، بدانا بالمدينه وهنعمل عمره في مكه ونرجع على ليبيا، جوزها مات في المدينه، فسالت علماء هناك في المدينه قالوا لا ترجع على طول ما تعملش عمره تلزم. فجاب يسالني قلت له يا سيدي هي خرجت فارقت بلادها على هذه النية ومات وهي مفارقة لبلادها، فلها أن تتم ما شرعت فيه وبعدين تبقى تكمل عدتها ما تروح. الراجل فرح فرح يقول لي دي قاعدة منك كده وزعلانة إنها مش هتعمل العمرة ودي أول مرة تيجي تزور الأماكن دي. فشوف بس الفتاوى بتاعت العالم بينكدوا على الناس إزاي. رحت لدرجة إن أنا إيه قال لي طب اكتبها لي، رحت كتبها له ومضيت عليه وكتبت عنواني تليفوني كل حاجة علشان ايه الراجل ما بقاش مصدق انها ممكن تعمل. يبقى حتى قبر زوجها الميت ما تخرجش. ويحرم عليها ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك. نعم لها الخروج لحج او عمرة ان كانت احرمت بذلك قبل الموت او الفراق ولو بغير إذن وإن لم تخف الفوات. فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة. يعني لو مات وهو في مطار ليبيا وهم لسه في ليبيا خلاص ترجع على طول، فهمت؟ لكن ده مات في المدينة بعد ما جم قعدوا 3-4 أيام وفضل لهم يوم وهيروحوا على مكة، يعني عايز يخليها تروح كمان تفارق الفوج اللي هي ماشية معاه وتروح منفردة، يعني شيء عجيب، فتوى غريبة يعني. طب ما هي ماشيه مع الفوج بتاعها، هي في رفقه امنه خليها تكمل، انا ليه احرمها من الرفقه الامنه ولا اطلع؟ فهمت ازاي؟ هو الراجل ربنا كاتب له موت في النار. مش هي كده مفوضه اليوم يعني مش ترجع معاهم؟ لا ما هي ممكن تحجز في اي وقت، واحد ممكن يعجل بالحجز، لكن الحكايه فيها سعه طالما هو مات في خارج البلاد وخرجت خارج البلاد واخد بالك وشرعت في امر فيه طاعه فتكمله ثم تعود الى البلاد باسرع وقت ممكن وتكمل عدتها هناك وخلاص، مش تبدي العده، لا تكمل العده من تاريخ الوفاه. واخد بالك؟ طب مش هو ليه من ليبيا اصلا ما يحرمش من التنعيم بيحرم؟ لا ما هو اللي بيجي هيزور المدينه الاول ما بيحرمش، بيحرم من ميقات المدينه لما يغادرها. هم جايين زاروا المدينه الاول وهيطلعوا من المدينه على مكه. فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة، فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق، هي أحرمت بعد ما جوزها مات، نقول لها لا خليكي محرمة بقى كده إن شاء الله 4 شهور و10 خلاص، فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات ولو تأكدت إن هيفوتها مدة الحج يعني عرفات هتعدي عليه. فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها إن بقي وقت الحج، وإلا في الحالة دي تعمل إيه؟ تروح تتحلل بعمرة وعليها القضاء ونام الفوات لو كانت حج يعني، لو أحرمت بحج يعني. قولك أن تخرج في النهار فإن لم يمكنها الخروج لذلك في النهار جاز لها الخروج له في الليل، وقوله ونحو ذلك أي كصرف، والواو فيه بمعنى أو صرف يعني تفك فلوس يعني عشان. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لضرورة المؤنسة،
والاستحاش يمكن خايفة تقعد لوحدها، أي الملاصقة وملاصقة الملاصقة. فالمراد بالجار هنا الملاصق وملاصق الملاصق لا ما تقدم في الوصية. وقوله لغزل وحديث ونحوهما أي كتأنس، والواو في ذلك بمعنى أو. قوله بشرط أن ترجع يعني بالليل تنام في بيتها، فإن لم ترجع وباتت عند جارتها حرم عليها، ويجوز لها الخروج أيضا أي كما يجوز لها الخروج فيما تقدم إذا خافت على نفسها أو ولدها أو عضوها أو مالها تلفا من هدم لها البيت اللي قاعدة فيه ده أي للسقوط، أو جنب البيت ده قهوة بيحششوا فيها طول الليل وعيال بلطجية وهي خايفة تعيش فيها لوحدها، يبقى ساعتها بقى مع السلامة تسيب البيت. من هدم أو غرق أو نحوهما سواء كان تلف ذات أو منفعة، وكذا لو خافت على نفسها فحشة من فسقة مجاورين له. وقول غير ذلك مما هو مذكور في المطولات الواو فيه بمعنى أو كما تقدم. ولو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة، يفرض أهلها كلهم سابوا البلد وسافروا لكن في بقايا من أهلها موجودين تتقوى بهم، تعد ما لهاش بقايا تتقوى بهم. ولو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال، لأن مفارقة الأهل تعصر وتوقع في الوحشة فيكون ذلك من العذر أيضا فانخيرت. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. كده واقفين على فصل في أحكام الاستبراء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.